بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أقام قسم تعليم اللغة العربية في معهد اللغات بجامعة دمشق فعالية ثقافية تناولت بعض الأنشطة الأدبية بمشاركة واسعة من كادر الجامعة. نعتبر هذه اللغة لغة عالمية لأنها استطاعت أن يكون لها مجال واسع في أمور الترجمة وفي التعريب، واستطاعت أن تحتوي كل العلوم من حولها، من الطب إلى الفلسفة إلى الهندسات إلى كل ذلك من أنواع أو شتى أنواع العلوم، استطاعت أن تستوعبها تماماً وتعربها. وفخر لسوريا أنها استطاعت أن تدرس هذه العلوم التي منشأها قد يكون بلغات أخرى، تدرسها باللغة العربية. نحن طبعاً أولاً التدريس في جامعة دمشق والجامعات السورية كلها باللغة العربية، وخاصة كلية الطب، وعندما سمع العرب والأجانب أن التدريس في الجامعات الحكومية في سوريا للكليات الطبية باللغة العربية استغربوا، وعندما وجدوا مخرجات وقيمة العلمية التي يحملها الأطباء عرفوا أن اللغة العربية تستطيع أن تتضمن جميع العلوم. لذلك نحن نحتفل في كل عام بأماكن مختلفة في الجامعة بكليات مختلفة باليوم العالمي للغة العربية عندما اعتمدت كلغة رسمية في الأمم المتحدة. تعرضت اللغة العربية للكثير من الإهمال على مدى قرون، وينبغي للناطقين بها اليوم أن يحتفوا بها وأن يعززوا من وجودها، وهذا لا يكون فقط بالاحتفاليات والمناسبات، بل ينبغي أن يعززوا إنتاجهم وإسهاماتهم في جميع المعارف والعلوم، لأن اللغة أي لغة سواء كانت العربية أو غير العربية تقوى بقوة الناطقين بها وتضعف في ضعفهم. أنا أستغرب دائما أنه نحن نحتفل العرب، يعني نحتفل بالعيد العالمي للغة العربية، بينما اللغات العالمية الأخرى مثل اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية لا يحتفلون بهذا الشيء، لأنهم عرفوا كيف يحمون لغتهم، نحن لا نحمي لغتنا. صحيح مثلا الطالب الأمريكي يتخرج من المدرسة الثانوية ولغته الإنجليزية بشكل سيء جدا، لكن الجامعة تقوم بعملية ترقيع، لكن الترقيع جيد بحيث أنه يستطيع بعد سنة من السنة الأولى عادة يصل إلى مستوى يستطيع أن يكتب ويقرأ اللغة الإنجليزية بشكل يتناسب مع المستوى الأكاديمي، لكن نحن لا أرى أننا نفعل هذا الشيء، ونحن نكتفي بالحديث والحوار باللغة العامية. هذه ليست اللغة الأكاديمية المعيارية التي نقيس بها كل شيء آخر. الغناء هو وسيلة من وسائل تقريب اللغة أو تعليم اللغات على وجه العموم. نحن هنا في معهد اللغات نعلم اللغة عن طريق أيضا الغناء، هو وسيلة من الوسائل، فلماذا لا ينظر إلى هذا التراث هذه النظرة؟ ولاحظي أيضا أن الطالب، وهو طالب في الأدب العربي اسمه أحمد الشيخة، حول قصيدة للحلاج لم تغنى أبدا في تاريخ في تاريخنا الغنائي ولا الأدبي، حولها فورا إلى أغنية. فلماذا لا تسقي هذه المواهب، لا تؤخذ بعين الرعاية؟ والماء فوق ظهورها كم سهرت عليك نواظري، أيا بدر كم سهرت عليك نواظري، ويا غصن كم ناحت عليك بلابل، البدر يكمل كل شهر مرة وهلال وجهك كل يوم كامل. اللغة جانب أساسي من جوانب حياتنا، وهي البيئة الفكرية للشعوب، فاللغة تمثل لنا خصائص الأمة وتربط بين حاضرها ومستقبلها. لذلك أولت الأمم المتحدة اهتماما كبيرا باللغات من خلال تحديد احتفال عالمي لكل من اللغات الست، وكان 18 ديسمبر كانون الأول هو اليوم العالمي للغة العربية.